بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، قبل أن نبدأ بدرسنا المعتاد، أحب أن أذكر سؤالا يتكرر في كل يوم. يقول أحد الأحبة: بقي علي، أديت المناسك وأنا الآن عازم على السفر، ماذا بقي؟ أقول: بقي طواف الوداع. إذا أكمل الإنسان نسوكه وأراد أن يسافر إلى أهله فإنه يطوف طواف الوداع. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. فيقول أحدهم: إنه قد حان موعد سفرنا ومعي زوجتي أو بنتي، وعليها العذر الشرعي حيث أنها حائض، فماذا عليها؟ أقول: يسقط طواف الوداع عنها، وإنما هو على الرجل أو المرأة الطاهر. فإذا كانت المرأة حل بها عذر شرعي وهو الحيض أو النفاس، فإن طواف الوداع يسقط عنها. يقول السائل: هل يجب أن يكون مع الطواف سعي؟ أقول: لا. يسأل أيضا: هل يلزم أن نذهب إلى التنعيم وآتي من هناك؟ أقول: لا، تأتي من بيتك وتطوف سبعة أشواط، بمعنى أنه لا يكفي شوطين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، وإنما سبعة أشواط يطوف الإنسان بنية الوداع. إذا صار له عذر ولم يتمكن من طواف الإفاضة فإنه يطوفه وينوي به طواف الإفاضة ويدخل عليه طواف الوداع، لأن طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب، والركن لا يدخل على الواجب والواجب يدخل على الركن. بمعنى أن الإنسان في الأيام الماضية لم يتمكن من طواف الإفاضة فهو لم يكمل حجه بعد، وأراد السفر فيطوف طواف الإفاضة ويدخل عليه طواف الوداع، بحيث يكون طوافا واحدا يكفيه. بينما إذا نوى طواف الوداع ولم ينوي طواف الإفاضة فهو لم يقم بالركن الواجب عليه. وأي طواف قلنا بأنه سبعة أشواط لا يمكن أن ينقص منها، لكن لو طاف طواف الوداع وفي الشوط الخامس أقيمت الصلاة فإنه يدخل مع الإمام في صلاته ثم يكمل ما بقي عليه. مرة أخرى، لو أنه طاف طواف الوداع وفي الشوط الرابع انتقض وضوءه يذهب ويتوضأ ويأتي بالطواف من أوله، لأن طواف الوداع صلاة، أو لأن الطواف بالبيت صلاة، وقد انتقض وضوءه. وإذا انتقض وضوء المصلي فإنه يبدأ بالطواف من أوله. احرصوا أيها الأحباب على الابتهال إلى الله والتضرع بين يديه أن يجعل حجكم مبرورا وسعيكم مشكورا
وعملكم صالحا مقبولا. قراءتنا أيها الأحباب في هذه الليلة المباركة في كتاب العتق، بمعنى أن يكون عند الإنسان رقيق فيعتقه لوجه الله عز وجل، أو يكون عنده رقيق فيعتقه كفارة يمين أو كفارة قتل خطأ أو كفارة ظهار أو كفارة إيلاء أو كفارة جماع في نهار رمضان، فإنه إذا وجب عليه شيء من ذلك وجبت الكفارة وهي عتق رقبة، وإذا لم يتيسر فنقول صيام شهرين متتابعين، وإذا لم يتيسر في بعضها فنقول إطعام 60 مسكين، بينما البعض الآخر لا ينفع فيه الإطعام وهو كفارة قتل الخطأ. فكفارة قتل الخطأ إما عتق وإما صيام، ولا إطعام فيها، وهذا بإجماع الأمة. أيها الإخوة الأكارم، العتق يعتبر من أفضل القربات، ويعتبر من الأعمام الجليلة التي دعا إليها الإسلام ورغب فيها، أمر القرآن بها، فقال إطعام في مسغبة أو إطعام عتق رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. والآن نقول ليس عندنا عتق، لأن الدولة وفقها الله أعتقت جميع الأرقاء، من يدعي شخصا يثبت ذلك ويأخذ ثمنه، وإلا فإن الناس أحرار، فالحرية للجميع، حيث أن الدولة تكفلت بإعتاق الجميع وليس عندنا أرقة. إذا لماذا نقرأ هذا الباب؟ ليكون طالب العلم على علم ودراية ومعرفة بالأحكام المتعلقة بالعتق. وقلنا بأن العتق له عبارات صريحة وله كناية، الصريحة تكفي وحدها، والكناية لا بد أن تقترن مع النية. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله في كتاب الكافي، ثم بعد ذلك نتناقش فيما لدينا من أسئلة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. فأما العتق بالملك فإن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه بمجرد ملكه. ذا رحم محرم يعني أخته، أمه، بنته، إلى آخره، محرم. فإن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه بمجرد ملكه، لما روى سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. يعني لو أن إنسان ملك بنت رقيقة واشتراها، أمه رقيقة واشتراها، أخته رقيقة واشتراها، نقول الآن ما في شيء من النوع، ما على بصر، ما ليس يوجد لدينا من هذا النوع، وإنما ليكون طالب العلم على معرفة ودراية. فإذا اشترى بنته فإنها تكون في هذه الحالة تعتق عليه، وإذا اشترى أمه، وإذا اشترى أخته، فإنها تكون أو تعتق عليه بمجرد شرائه. أما لو كانت مثلا من الأسرة بعيدة، من بنات العم أو بنات الخال أو كذا، لا، تبقى على ما هي عليه. نعم. رواه أبو داود. ولأنه ذو رحم محرم فعتق عليه إذا ملك كالولد، وعنه لا يعتق عليه. رواية ثانية لا يعتق عنه إلا عمودي النسب، لا يعتق عنه إلا عمودي النسب. لو أسأل الشيخ أحمد: عمودي النسب وشهم يا بني؟ عمودي النسب. الآن في رواية: إذا اشترى أو ملك ذي رحم محرم من محارمه، يعني قريبة له، تعتق عليه أيا كانت. رواية ثانية يقول: لا، ما يعتق عليه إلا عمودي النسب. فأسأل الشيخ أحمد: وش عمودي النسب؟ الشيء. نعم يا بني.
نعم قرابته شيخ علي إن على وإن يعني الأب والجد وإن على والأم والجدة وإن علت والابن والبنت وإن نزلوا من أعلى ومن أسفل هذا يسمى عمودي النسب يعني ما هو مثل الأخ ما هو مثل ابن العم ما هو مثل الخال ما هو مثل العم عمودي النسب نقول أب أبو جد جاء أب جد إلى آخره ابن 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 عمودي النسب هذا يسمى يا بني عمودي النسب واضح الآن إلا عمودي النسب بناء على أن نفقة غيرهم لا تجب بناء على أن نفقة غيرهم العبارة وعنه لا يعتق عليه إلا عمودي النسب بناء على أن نفقة غيرهم لا تجب طيب وش معنى أسأل الشيخ بكاي يقول بناء على أن نفقة غيرهم لا تجب وش معنى يا شيخ بكاي غير عمودي النسب يعني لو اشترى الإنسان مثلا أخوه ما تجب نفقته لو اشترى أخته يقول ما تجب نفقته على سبيل المثال لو اشترى عمته خالته ابن عمه ابن ما لكن لو اشترى أبوه تجب نفقة الأب على الابن وتجب نفقة الابن على الأب فعمودي النسب تجب نفقتهم بينما غيرهم من القرابة فلا تجب إلا بضوابط لذلك نقول مثلا الزكاة الزكاة هل يصح أن نعطيها عمودي النسب يعني واحد عنده ولد فقير يقول ولدي هذا بيتزوج وكذا يعطيه الزكاة يصح ولا لا طيب عنده أبوه هل يعطيه يصح يعطيها ولا عنده أمه يصح يعطيها ولا لا عنده بنته طيب أبى أسأل سؤال واحد سألني قبل فترة قال إن بنتي متزوجة وتحتاج وأنا عندي زكاة هل يجوز أعطيها ولا لا مش تقول الشيخ صديق زوج البنت كلام الشيخ ما شاء الله عليك نعطي زوج البنت وهو يتصرف فيه لأنه أجنبي لكن البنت لا نعطيها من الزكاة بل نعطيها من صلب المال كذا شيخ صديق البنت تعطى إذا احتاجت والإنسان إذا وسع على أقاربه وأعطى عقبه وأعطى بناته وأخواته ومن يحتاج فهذا فيه خير عظيم لكن نفقتها ما دامت متزوجة لا تجب عليه وإنما في هذه الحالة نقول يعطي زوجها إذا وثق منه لكن إذا كان زوجها يبي يلعب بالمبلغ ويبي يشتغل فيه بأعمال بطالية نعطيه ولا ما نعطيه شيخ نعم فلذلك نقول البنت إذا احتاجت فنفقتها واجبة على أبيها نعم وإن ملك بعض من يعتق عليه الآن بدل ما يملك كله ملك بعضه ملك بعض بنته ملك بعض أخته ملك بعض أمه وهكذا نعم بسبب غير الميراث بسبب غير الميراث يقول بسبب غير الميراث لماذا الميراث لأن الميراث ماله فيه ماله فيه ما يعني مثلا أي عمل بذله لأجل أن يرث الميراث حصل بدون سعي منه مات أبوه وورث مات أخوه وورث مات قريبه الذي يرثه يعني في نسب والنسب من أسباب الميراث أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب فهذا يعني ملك هذا العبد ملك هذا الرقيق بسبب غير الميراث لأنه إذا ملك بسبب الميراث فليس له فيه أي صلة فنقول نعم فهو كاعتاقه له في تقويم باقيه عليه مع اليسار السابق نقول مثلا ملك النصف نقول تملك النصف وتدفع للشريك قيمة النصف الثاني علشان يكون حر أو نقول للشريك إذا استطاع يقوم بإعتاقه
فيكون حرا أو نقومه عليه ويدفعه هو يعني مع إعسار الشريك وهو قادر، فهو ما دام أعتق النصف يسر العتق إلى النصف الآخر ليعتق كله، إلا إذا كان قد جاءه بسبب الميراث فهذا لا أحكام خاصة لأنه لا دخل له فيه. نعم. وبقاؤه على الرق مع الإعسار لأنه عتق بسبب من جهته، فأشبه اعتاقه بالقول، أشبه اعتاقه بالقول، أشبه أن يقول أنت حر أعتقتك إلى آخره. وإن ملكه بالإرث لم يعتق. نعم. لم يعتق منه إلا ما ملك، إلا ما ملك، وهو أنا وأخي مثلا ملكنا الرقيق خلفه لنا والدنا، أتنازل عن حقي فقط، ما ألزم بشراء نصيب أخي، فأخي إن أراد أن يعتق مثلي أعتقه، وإلا بقي نصفه، وهذا هو المبعض. نعم. موسرا كان أو معسرا، لأنه لا اختيار له في اعتاقه ولا سبب من جهته، ما في سبب من جهته إنه يكون له نصيب، ورثه بسبب وفاة مورثه فلا سبب له. نعم. ونقل عنه المروذي ما يدل على أنه يعتق عليه نصيب، كالمسائل التي مرت بنا أمس، يعتق عليه ويثمن بقيمة ويدفع لأخيه تلك القيمة. نعم. نصيب الشريك إذا كان موسرا لأنه ملك بعضه، أشبه البيع. نعم. وإذا ملك ولده من الزنا لم أشبه البيع. شيخ صديق، وش نعرف البيع يا ابني؟ البيع، يقول أشبه البيع، ما هو البيع؟ أحسنت، لا ما شاء الله صديق، مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة، ويدخل في هذا 9 صور. أحسنت يا شيخ صديق، ممتاز. البيع، يقول عرف البيع، أقول هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، ويدخل في هذا 9 صور وقد قرأناها ووعيناها. نعم. وإذا ملك ولده من الزنا، يعني وهذا اصطلاح، ولا الزنا لا يثبت به النسب، قوله وإن ولك ولده من الزنا، الولد من الزنا لا يثبت به نسب وليس له ميراث ولا ينسب إلى الزاني، لكن هنا يقول إذا ملك هل يعتق أو ما يعتق. نعم. لم يعتق عليه على ظاهر كلام أحمد لأنه لا ينسب الولد للفراش وللعاهر الحجر كما عندنا في النص، فإذا ملك ولده من الزنا لا يعتق عليه بل يبقى رقيقا، لأن الزنا لا يثبت به شيء من الأمور الشرعية، وإنما يقام الحد عليه، يقام الحد عليه. متى يقام الحد يا شيخ عثمان؟ متى يقام الحد؟ عندنا أولا الحد، الزاني المحصن ما هو حده؟ الرجم بالحجارة حتى الموت، وإذا كان غير محصن الجلد، جلد كم؟ جلد 100، وبعد 100 وتغريب عام، جلد 100 إذا كان غير محصن، جلد 100 وتغريب عام، وإذا كان محصن الرجم بالحجارة حتى الموت. طيب تعرف يا ابني آية الرجم؟ شيخ عثمان تعرف آية الرجم؟ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وأما غير المحصن فالرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن ابني كان عسيفا عند هذا، ف
فزنا بامرأته وإن افتديت ابني بكذا وكذا. بعدين قال سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني كذا جلد مئة وتغريب عب. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الرجل بأن عليه على ابنه جلد مئة وتغريب عام، ثم قال واذهب يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها. فدل على أن الزاني المحصن يرجم بالحجارة حتى الموت، وأما غير المحصن فجلد مئة وتغريب عام. طيب بسأل سؤال شيخ عثمان، بما يثبت الحد حد الزنا سواء كان محصن ولا غير محصن، بما يثبت؟ أفصح يا بني. نعم يعني نقول بما يثبت، أقول بما يثبت، تقول هذه ما تدري. الشهود لا، في شيء قبل الشهود، ما نرجع للشهود إلا الآخر. أولا تغييب الحشفة، ثانيا انتفاء الشبهة، ثالثا الثبوت. يكون عندنا ثلاثة شروط ليثبت الحد: تغييب الحشفة، انتفاء الشبهة، الثبوت. ثم بعدين بسأله أقول بما يثبت، يقول بالإقرار أو الشهادة. آخر شيء الشهود، بالإقرار أو الشهادة. فإذا أقر أربع مرات أو شهد أربعة فنعم، وإلا فلا. نعم. لم يعتق عليه على ظاهر كلام أحمد رضي الله عنه، لأنه لا تجب عليه نفقته، ويحتمل أن يعتق عليه لأنه ولد يحرم. طيب شوف يا محمد، وإذا ملك ولده من الزنا، وإذا ملك ولده من الزنا لم يعتق عليه، هو ما يسمى ولد، لكن بس المؤلف عبر هذا بأنه هو السبب في وجوده، يعني حصلت منه هذه الفاحشة. نعم. لم يعتق عليه على ظاهر كلام أحمد، لأنه لا تجب النفقة. يعني فلان فعل بامرأة وحملت، هل نقول تعال ادفع نفقة للمرأة هذه؟ لا، ما عليه، يقام عليه الحد إن كان محصنا جاء الرجم بالحجارة حتى الموت، وإن كان غير محصن جلد مئة وتغريب عام. وآية الرجم كانت موجودة في القرآن فنسخت تلاوتها وبقي حكمها، لأن عندنا النسخ من الأهمية بمكان معرفة النسخ. فأذكر في قصة، يقول كان الإمام أحمد رحمه الله في الساحة في الحرم ويدرس، وكان موضوع الدرس الناسخ والمنسوخ، فأجاد رحمه الله في هذا الباب إجادة تام. مر به الإمام الشافعي وسمع الدرس وأعجب به، فما كان من الإمام الشافعي إلا أن اقترح على الخليفة أن يرسله لليمن ليكون قاض هناك ومعلم. فالنسخ يعتبر من أهم الأبواب، لأن عندنا بعض آيات نسخ حكمها وتلاوتها، وبعض آيات نسخ حكمها دون التلاوة هي موجودة، وبعض آيات نسخت تلاوتها وحكمها باقي، ومن التي نسخ حكمها ونسخت تلاوتها وبقي حكمها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. نعم. فيقول هنا ولد الزنا لا يعني يعتق على من اشتراه إذا كان هو الزاني، لأنه لا تجب نفقته. نعم. ويحتمل أن يعتق عليه لأنه ولد يحرم نكاحه، فعتق كولد ولده يحرم نكاحه. يعني لو كان مثلا بنت زنى بالأم فحملت ثم جابت بنت، هل يصح أن يتزوج البنت هذه؟ لا، ما يصح، لأنه يحرم نكاحه. نعم. كولد الرشيدة. فصل. وإن وهب لصبي من يعتق عليه، يعني طفل صغير واحد عطاه عبد رقيق، نقول فإنه لا يعتق عليه،
ونحتاج إلى ضوابط، لأنه قد يكون هذا الموهوب ما يشتغل، ما عنده حرفة، فمعناه أننا إذا أعطيناه الطفل لازم أن ننفق عليه من مال الطفل، فمعناه أن مال الطفل يكون عليه التزامات هو في غنى عنها، هذا هو السبب. نعم. أو وصي له به، وصي له في قال ترى إذا مت العبد الفلاني لفلان. نعم. وكان بحيث لا يجب على الصبي نفقته، ما يجب النفقة. نعم. لماذا؟ لأنه قاتل، لأننا قلنا العتق يعتبر من أفضل القربات، لا سيما إذا كان عنده صنعة، عنده حرفة، عنده عمل، يعني نجار، كهربائي، سباك، مبلط، بنا، يستر. لكن إنسان ما عنده شغلة ولا شيء ما يرى الإمام أحمد اعتاقه، لأنه يكون عبء على الآخرين، لأنه يبدأ يسأل الناس، ما حد ينفق عليه، فوجوده عند سيده أولى من عتقه، لأنه إذا بقي عند سيده استمرت نفقته على السيد، وإذا اعتقه تخلى عنه بعدين الناس يبلشون به. وكان بحيث لا يجب على الصبي نفقته لكون الصبي معسرا أو الموهوب صحيحا كبيرا، إذا كسب وجب على الولي قبول الهبة والوصية لأن فيه نفعا للصبي. إذا كان الرجل ما يحتاج نفقة عنده إمكانيات، فنقول الولي ولي الصبي أو القائم عليه يقبل ما أعطيه، لكن إذا كان مثلا الرجل ينفق على الطفل هذا من ماله، يعني من مال الطفل ينفق عليه في الشهر مثلا 100 ريال، وأعطيناه عبد، قلنا بعد هذا الطفل العبد للطفل، معناه العبد يبي 200 أو 3، معناه أننا حملناه أكثر من طاقته. واضح؟ واضح؟ نعم. وجمالا بحرية قريبة من غير ضرر، وإن كان بحيث تلزمه نفقته لم يكن له قبوله لأن فيه ضررا بإلزامه نفقته، لأن فيه ضرر، بدل ما نصرف على الطفل هذا 100 ريال في الشهر وصار معه عبد، فالعبد يبي نفقة، معناه بنصرف عليه 400 ريال 500 ريال، فمعناه أننا نحمل الطفل مبلغ أكثر مما هو معمول به. نعم. فلذلك لا نقبل. نعم. وإن وهب له جزء ممن يعتق عليه وكان ممن لا تجب نفقته، ففيه وجهان مبنيان على أنه هل يقوم على الصبي باقيه، فيه وجهان، أحدهما لا يقوم، لا يقوم عليه باقيه لأنه يدخل في ملكه بغير سبب من جهته أشبه الإرث، فعلى هذا يلزم وليه قبوله لما فيه من النفع الخالي عن الضرر، نفع ولا في ضرر، بينما إذا لزم النفقة قد يكون فيه نفع لكن ضرر، يبي مصاريف شهرية. نعم. والثاني يقوم عليه لأن قبول وليه يقوم مقام قبوله، كما لو قبل وكيل البالغ، فعلى وكيل البالغ. نعم. فعلى هذا لا يملك قبوله، فإن قبل في موضع لا يملك القبول لم يصح، ولا يملك الولي شراء من يعتق على الصبي لأنه لم يملك قبول الهبة التي لا عوض فيها، فالبيع أولى. فصل. وإذا أعتق في مرضه عبيدا لا مال له غيرهم، ما عنده غيرهم، والورثة مرضوا، فيمكن أن نعتق الثلث لأنه بحكم الوصية، والوصية جائزة بالثلث فأقل، لكن لو أن عنده مال يساوي العبيد هذول يساوون الثلث ويبقى للثلثين، ما نستأذن الورثة، لأنه مر بنا الحقوق المتعلقة بالتركة. يا شيخ عبد الله، الحقوق المتعلقة بالتركة كم يا بني؟ الحقوق المتعلقة بالتركة كم؟ 5. زين، ما هي الخمسة؟ أولا معونة التجهيز من حفر ودفن وسيارة الإسعاف وشراء الكفن وغير ذلك. الثاني الدين اللي برهن.
ثالثا الدين اللي بدون رهن، رابعا الوصايا بشرط أن لا تزيد على الثلث، وإن زادت فلا بد من استئذان الورثة، الخامس الإرث. أو دبرهم أو أوصى بعتقهم، أو دبر أحدهم وأوصى بعتق الباقين لم يعتق، دبر قال بعد وفاتي فلان حر، نعم، لم يعتق منهم إلا الثلث، لم يعتق إلا إذا أجاز الورثة. الورثة لو أجازوا قلنا خلاص، لو أن إنسانا تبرع بكل ماله والتبرع هذا جعله وصية، أما إذا كان هبة فليس لأحد أن يعترض ما دام الرجل صحيحا شريحا، صحيحا شحيحا فليس لأحد أن يعترض في تصرفه بماله وما يترتب عليه. فنقول في هذه الحالة بأنه إذا أجاز الورثة فلا مانع، وإن اعترضوا فيمكن الاعتراض ونقبل اعتراضهم فيما زاد على الثلث، وأما الثلث فأقل فلا مانع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد رضي الله عنه الثلث والثلث كثير. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء يزور سعد في مكة وسعد مريض، سعد بن أبي وقاص، فقال يا رسول الله إن عندي مال كثير وعندي بنية ولا يرثني إلا بنية، أبا تصدق بالمال كله؟ قال عليه الصلاة والسلام لا، قال إذن الثلثين، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا، قال إذن الشطر يعني النصف، فقال عليه الصلاة والسلام لا، قال الثلث، قال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير. ويسر الله سعد يعني شفي من مرضه وجاهد وفتح القادسية في عهد عمر رضي الله عنه، وصارت له صولات وجولات في الذب عن الإسلام والدعوة إليه، ويقال إنه ترك 12 بنت وثمانية أولاد، بينما ما كان عنده قبل إلا بنيه. واستقر أخيرا في المدينة وسكن في قصره خارج المدينة، وتقول ابنته إنه أرسل أحد في أحد المرات 5000 درهم، أرسل 5000 درهم لعبد الملك بن مروان، لأن عبد الملك هو الخليفة، خليفة المسلمين في الدولة الأموية، فأرسل له سعد رضي الله عنه 5000 زكاة، فدل على أن الزكاة تدفع لولي الأمر، وإذا دفع الإنسان لولي الأمر برئت ذمته إذا أعطاها لولي الأمر يدفعها في مصارف المسلمين. نعم. إلا أن يجيز الورثة فيقرع بينهم بسهم حرية وسهمي رق، فمن خرج له سهم حرية وسهمين للرق، لأن الثلث والثلثين، نعم، عتق ورق الباقون، لما روى عمران بن حصين أن رجلا من الأنصار أعتق 6 مملوكين، نعم، أعتق 6 مملوكين في مرضه لا مال له غيرهم، ما عنده غيرهم، نعم، فجزأهم رسول الله 3 أجزاء، فأعتق 2 وأرق 4، أرق 4، 4 يبقون، واثنين لأنه من حقه الثلث، واثنين والاثنين هؤلاء هم ثلث 6، فأبقى 4 مملوكين وأعتق 2 منهم، نعم. أخرجه مسلم. وإن كان عليه دين يستغرقهم، وإن كان عليه دين، نبدأ بالدين، نسدد الدين قبل الوصية، لأنه مر بنا كما يقول الشيخ عبد الله من الحقوق المتعلقة في التركة البند الثالث الدين اللي بدون رهن، والثاني الدين اللي برهن، والثالث والأول معونة التجهيز، نعم. لم يعتق منهم شيء، نعم، لأن عتقهم وصية إذا عليه دين الرجال، نعم. وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدين قبل الوصية، وإن كان يستغرق بعضهم عتق من باقي. وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدين قبل الوصية، لأن قلنا أول شيء، أول الأمور الديون يعني الحقوق المتعلقة بالتركة، شيخ موسى الحقوق المتعلقة بالتركة كم قلنا شيخ موسى؟
خمسة. الأول مؤونة التجهيز. وش معنى مؤونة التجهيز؟ يعني حفر القبر وشراء الكفن وحمله للسيارة إلى آخره، هذا مؤونة. والثاني الدين اللي برهن، ليجل نطلق الرهن ويتصرفون فيه الورثة. الثالث الدين اللي بدون رهن. الرابع الوصايا. الخامس الإرث. والوصايا نجيز ما كان من الثلث فأقل، أما ما زاد على الثلث فنستأذن الورثة، ولا نستأذنهم في كامل الوصية، وإنما نستأذنهم في الزيادة. بمعنى أن لو واحد قال أريد يبنى لي مسجد في مكة 250,000، وقلنا كم ترك الرجال؟ قالوا ترك 600,000. نجيز بناء المسجد ب200,000 فقط، وأما 50 نسأل العم وش تقولين والزوجة والابن والبنت، إن وافقوا فنعم وإلا اقتصرنا على الثلث. نعم. وإن كان يستغرق بعضهم عتق من باقيهم ثلثه فيقرع بينهم لإخراج الدين. ثم القرعة مبدأ أو حكم من أحكام الإسلام يلجأ إليها عند التنازع. ومر بنا قضية سعد رضي الله عنه أقرع بين من معه، ما هي هذه القضية؟ القرعة متى أجراها سعد رضي الله عنه؟ القرعة قلنا إذا حصل تنازع أو كذا نعمل قرعة، وهي من مبادئ الإسلام وأقرها الدين. طيب، وسعد رضي الله عنه أجراها بين من معه، وقلنا إذا تنازع أناس فنقرع من أصابته القرعة عملنا. وسعد وش هي القصة هذه يا بني؟ وش هي؟ شو يقول يا شيخ صديق؟ بين وحده؟ اي نعم. في اي شيء؟ شيخ عثمان متى اجرها سعد يا بني؟ في القادسية. على اي شيء؟ على الاذان. تنازعوا، كل واحد يقول انا اريد اذن، نحن قال انا اريد اذن. ومر بنا بان الاذان اذا كان صيتا امينا عارفا بالوقت وكذا، ثم من يختاره الجيران، ثم قرعة، يعني صفات فيهم كلهم. بعدين نقول للجيران وش رايكم؟ الجيران قالوا والله كلهم ناس طيبين، ما نفضل أحد على أحد. نقول إذن نلجأ إلى القرعة، فمن أقرعنا وصابت القرعة هو اللي يؤذن، فيقول هنا نقرع بينهم. نعم. ثم يقرع بينهم لإخراج الحرية. فإن كان الدين يستغرق نصفهم جزأناهم جزئين، وأقرعنا بينهم بسهم دين وسهم تركة، فمن خرج له سهم الدين بيع فيه. ثم يقرع بين الباقين بسهم حرية وسهمي رق كما ذكرنا. فصل. لعلنا نكتفي بهذا أيها الأحباب، ونقرأ إذا كان لدينا أسئلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونكمل قراءتنا هذه إن شاء الله في يوم الأحد. أما في يوم غد فقراءتنا في زاد المعاد في هدي خير العباد كما اعتدنا من كل أسبوع، يوم الخميس في زاد المعاد، والجمعة والسبت كما هو متبع إجازة، والأحد نرجع لكتابنا ونكمل هذه الدرر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.